شاب تزوج وبليلة الدخنة مالته اكتشف انه زوجته حامل، يعني هاي كارثة. اسمع القصة وشوف شنو هذا الشاب شنو اللي سواه. هذا الشاب زفوه على زوجته، ومثل ما تعرفون انه شاب يتزوج ويدخل على زوجته، فاكتشف انه زوجته حامل وبشهر الثالث، فنزلت على رجليه وباستهن وقالت له اريدك تستر علي والله ان شاء الله يستر عليك ويطلعك من نار جهنم. فقالها أنا راح أستر عليك بس بشرط. قالت له شنو الشرط؟ اسمع شنو الشرط مالته. فقالها أنت صالك إيش قد حامل؟ قالت له حامل صالك 3 أشهر. قالها الشرط مالي خلال هاي 6 أشهر ما ترحين لأهلك أبد. قالت له ليش؟ قالها أنا هسه أفهمك، أريدك تجيبين ببيتنا حتى ما حد يحس بيك أبد. ومرت الأيام وراحت الأيام وإجا اليوم اللي هاي البنية بي جابت. فهذا الولد شار الطفل مالته وراح يم الجامع وخلى الطفل بكارتونه وخلاه باب الجامع، واجا ولبت وجاي باوع على باب الجامع وشاف الاذان الصبح بقى يأذن، واجت العالم والتمت هذا الطفل وهذا الطفل. شوف الخطة العبقرية اللي سواها هذا الشاب اللي ما تخطر على بال اي شخص. اجا هذا الشاب اللي هي زوجته الحامل، قال له عمي هذا الطفل انا اخذه وانتم كلكم شهود علي، وانا متزوج جديد والله ما رزقنا بطفل، وسبحان الله هذا الطفل انا اريد اخذه واتبناه ويصير مثل ابني. فاشهد الناس عليه واخذ هذا الطفل وراح علما للبيت وانطاء زوجته. حاليا هي مو زوجته لان هاي خائنته قبله وحامل، وما يجوز شرعا انه يدخل بيها ويصير ما يصير بيناتهم مثل حال كل اي شخصين متزوجين. عبرت المرأة النفاس والحمد لله اتطهرت وسبحت وراح الغير مكان، يعني نقول مثلا بغداد راح الغير محافظة، وأخذ هاي المرة مالته وجاب 2 شهود وراح عقد على السيد وسولف له القصة مالته. والسيد قال له أنا متأكد أنه بما أن أنت سترت على هاي الأمرأة رب العالمين راح يستر عليك. السؤال موجه لك، إذا أنت متزوج وزفوك على زوجتك وصار وياك هذا اللي صار، شنو اللي راح تسوي؟